السلام عليكم. اليوم ناخذ موضوع تكامل الدالة A للأس X. أول شيء لازم يكون الـ A ثابت ولا يساوي واحد، واللين مال هذا الثابت لا يساوي صفر. ببداية ناخذ هذا الاشتقاق حتى نعرف شلون نكامل هاي الدالة. اشتقاق الدالة A للأس U هي A للأس U مضروبة في لين الـ A du على dx، نقسم على لين الـ A للطرفين، راح يكون واحد على لين الـ A مضروب في d على dx A للأس U يساوي بقعدنا هنا A للأس U du على dx. إذا كملنا الطرفين تكامل هذا الطرف راح يساوي تكامل، طبعا لين الـ A قلنا ثابت، وثابت إذا أخذناه للين راح يطلع عندنا قيمة، يعني أيضا قيمة ثابتة، فهاي القيمة نقدر نطلعها خارج التكامل. بتبقى عندنا d على dx تكامل d على dx a للأس u dx. إذا كانت عندي الدالة a للأس u du التكامل مالتها راح يكون واحد على لين a مضروب في a للأس u زائد c، هاي إذا كان التكامل غير محدد. ناخذ أمثلة. evaluate the following integrals. أول شيء منطينا تكامل 2 الأس X DX، إذا مشينا على هذا التكامل راح يصير 1 على لين 2 مضروب في 2 الأس X زائد C. هنا نقدر نحل بطريقة ثانية اللي هي الإكسبونيشال، إنه 2 للأس X هي إكسبونيشال X لين 2 مضروب في دي اكس. هنا نضرب ونقسم على لين في لين الاثنين، هنا نطلع خارج التكامل، تبقى لين الاثنين دي اكس، وهنا تكامل اي اكس لين الاثنين، راح يصير عندنا واحد على لين الاثنين اكسبونيشال اكس لين الاثنين زائد سي. طبعا هاي ترجع نفسها، احنا من غيرناها حصل 2 للأس X زائد C. زين، تكامل 2 نانمو للأس X مرفوع على الأس ساين X كوساين X DX. إيش نسوي على مدن نقدر نطبق هذا القانون؟ نفرض إنه الأس U يساوي ساين X، الاشتقاق مالته راح يكون DU كوساين X DX. نرجع اللي فرضناه عوضه، راح يكون عندنا تكامل 2 للأس U DU، هاي كوساين X DX صارت DU، فحسب القانون راح يصير 1 على لين 2 في 2 للأس U زائد C، 1 على لين 2 مضروب في 2، نرجع هنا لأول مكان U فرضناها راح يصير ساين X زائد C. التكامل 3 تان 7 اكس مضروب سيكنت تربيع 7 اكس دي اكس. ايضا نجي نفرض هنا اليو الاس نفرضه تان 7 اكس، مشتقة دي يو مشتقة التان سيكنت تربيع 7 اكس، هاي مشتقة الزاوية 7 دي اكس. اذا سيكنت تربيع 7 اكس دي اكس راح يصير عندنا دي يو على 7، فنجي نعوض هذا المقدار ديو على 7، وهنا 3 راح تكون تان يو، فتكامل 3 للأس يو، العفو 3 للأس يو، فتكامل 3 للأس يو ديو على 7، 1 على 7 ثابت يطلع، وهذا 3 للأس يو ديو راح يكون عندنا 1 على 3 مضروب في 3 للأس يو زائد سي. نرجع نعوض اللي فرضناه، فراح تكون 1 على 7 لين 3 في 3 للأس تان 7 اكس زائد سي. تكامل 2 للأس اكس كوساين 2 للأس اكس دي اكس، هنا نفرض اليو تساوي 2 للأس اكس، او المشتقة مالتها راح يكون عندنا لين 2 في 2 للأس اكس دي اكس، هذا الاشتقاق مال الثابت مرفوع الى اس،
فهنا راح يكون عندنا 2 للأس إكس دي إكس هي ديو على للنيل 2. فنجي نعوض بالتكامل، راح يكون عندنا تكامل كوساين هاي فرضناها يو كوساين اليو. زين هنا 2 إكس 2 للأس إكس دي إكس هي ديو على للنيل 2، هاي 2 إكس دي إكس ديو على للنيل 2. أما نجي نعوضها هنا هذا للنيل 2 هو ثابت يطلع خارج التكامل، وتكامل الكوساين لليو ساين يو زائد سي. اليو فرضناها 2 للأس إكس، إذا ساين 2 للأس إكس على للنيل 2 زائد سي. مثال آخر، تكامل سيكنت تكعيب إكس زائد إكسبونيشيال ساين إكس على سيكنت إكس دي إكس. بالبداية نوزع المقام، فراح يكون عندنا سيكنت تكعيب إكس على سيكنت إكس زائد إكسبونيشيال ساين إكس على سيكنت إكس. هنا هاي تختصر، فراح تبقى عندنا سيكنت تربيع إكس وحدة، عفوا تربيع إكس زائد هنا 1 على سيكنت اكس هي مقلوب الكوساين، فهاي راح يصير عندنا كوساين اكس دي اكس. هنا تكامل يعني عادي، هاي السيكنت تربيع اكس تكاملها تان اكس، وهنا اكسبونيشال ساين اكس هذا المشتقة مالت الاس موجودة اللي هي كوساين اكس، فهاي تروح ويا التكامل، بقى عندنا اكسبونيشال ساين اكس زائد سي. هنا المثال exponential الأس x ناقص exponential ناقص x على exponential x زائد exponential ناقص x dx. هنا نفرض المقام يساوي u، فu هي exponential x زائد exponential ناقص x. المشتقة مالته راح يكون عندنا طبعا مشتقة exponential نفسه، بس لازم تكون عندنا مشتقة الأس. هنا أول واحد يبقى نفسه، الثاني مشتقة الأس سالب 1، فصارت ناقص exponential ناقص x dx. نجي نعوض اللي فرضناه، راح يكون تكامل المقام فرضناه يكون u، وهذا راح يكون مشتقة اللي طلعت، فمكان exponential x minus exponential للأس ماينس إكس راح يكون عندنا ديو، وهذا نكامله التكامل مالت 1 على يو هو لين يو أبسوليوت زائد سي. نرجع نعوض اللي فرضناه، فراح يصير عندنا لين إكسبونيشال إكس زائد إكسبونيشال ماينس إكس زائد سي. زين مثال آخر، تكامل إكسبونيشال 2 تي مضروب في تحت الجذر 1 زائد إكسبونيشال 2 تي دي تي. هنا نجي نبسط هذا الجذر، نرفعه او نكتبه بصيغة اخرى اللي هي للأس 1 على 2، ونفرض اللي تحت الجذر يساوي يو، فيو 1 زائد اكسبونيشال 2 تي. مشتقة هذا مشتقة الثابت 0 زائد مشتقة الاكسبونيشال اكسبونيشال نفسه في مشتقة الأس 2 دي تي. فإكسبونيشال 2 تي دي تي اللي هي هاي إكسبونيشال 2 تي دي تي راح تساوي لنا ديو على 2، فنعوض هنا ديو على 2 بمكان هذا المقدار، وهذا فرضنا اللي تحت الجذر هو يو، فيو للأس 1 على 2 مضروب في ديو على 2. هنا 1 على 2 تطلع خارج التكامل، وهذا كامل عادي، نضيف للأس 1 ونقسم على الأس الجديد، ونرجع نعوض بمكان اليو القيمة اللي فرضناها اللي هي 1 زائد exponential 2 تي، وهنا نضيف ثابت التكامل سي. زين تكامل اكس مضروب في 4 للأس ماينس اكس تربيع دي اكس، هذا كله الأربعة ماينس اكس تربيع الفرضة يو نشتقه، راح تكون هذا مشتقة الثابت للأس هي كي نشتقها، إنه لن الأربعة مضروب في 4 للأس ماينس إكس تربيع
في مشتقة الأس اللي هي ناقص 2 x dx. احنا بدنا بالتكامل عندنا انه x في 4 على الأس ناقص x dx، كلها راح تكون عندنا عبارة عن du على 2 ln 4 اللي هي هاي، طبعا ما ينقص اكو، فهذا المقدار كله نعوضه بمكان التكامل، راح يكون عندنا تكامل ديو على 2 لن الأربعة، طبعا ماينص 1 على 2 لن الأربعة هاي كلها عبارة عن ثابت، فيطلع خارج التكامل، بس يبقى عندنا تكامل الديو، تكامل الديو هو يو زائد سي، ونرجع نعوض بمكان اليو القيمة اللي فرضناها اللي هي ماينص 4 للأس ماينص اكس تربيع. زائد ثابت التكامل سي. نجي ناخذ هسه الانفيرس اوف تراجونومتريك فانكشن، يعني الانفيرس مال الدوال المثلثيه. شلون نستفاد من الانفيرس مال الدوال المثلثيه في حل التكامل؟ مثلا عندي تكامل ديو على تحت الجذر 1 ناقص يو تربيع، هذا الصيغة إذا تيجي بالتكامل نقدر نحلها إنه هي سين إنفيرس اليو زائد سي، على شرط إنه اليو تربيع هي أقل من 1، يعني إذا صارت 1 راح يكون عندنا 0، وإذا أكبر من 1 راح يصير ماينس تحت الجذر، وهاي القيمة غير معرفة أو خيالية. 2 إذا صار عندنا تكامل ديو على 1 زائد يو تربيع، هنا نقدر نحلها على إنه تكون تان إنفيرس اليو زائد سي. هنا كل قيم يو نقدر ناخذها. واخر واحد تكامل يو واحد، يعني دي يو على يو تحت الجذر يو تربيع ماينص 1، التكامل راح يكون عندنا عبارة عن سيكنت انفيرس يو زائد او يو تربيع اكبر من 1، هنا اكبر لان يو تربيع ناقص 1. ناخذ هاي الامثلة. Evaluate the following integrals. تكامل محدد من جذر 2 على 2 إلى جذر 3 على 2 dx على 1 ناقص x تربيع. هاي تشبه من؟ تشبه أول وحدة اللي هي 1 ناقص u تربيع. فالتكامل مالتها راح يكون عندنا sin inverse u، وهنا ال u هي x، فsin inverse ال x نعوض حدود التكامل. طبعا هاي الساين انفيرس نقدر ندخلها بالحاسبة الكالكوليتر، تستخدمون الكالكوليتر في ايجاد هاي القيمة. ثاني وحدة تكامل من 0 الى 1 دي اكس على 1 زائد اكس تربيع اللي هي ثاني وحدة دي يو على 1 زائد يو تربيع، فهنا راح يصير عندنا تا انفيرس الاكس، ونعوض حدود التكامل من 0 الى 1، وطلعت عندنا باي على 4. زين 2 على جذر 3 الى جذر 2 دي اكس على اكس تحت الجذر اكس تربيع ناقص 1 مثل هاي الثالثة، فراح يكون عندنا سيكنت انفيرس الاكس 2 على جذر 3 الى جذر 2 وطلعت باي على 12. زين هنا تكامل x تربيع dx على تحت الجذر 1 ناقص x للأس 6، على مود نسويها مثل هاي الصيغة، مثل هاي راح نقول انه ال x للأس 3 للأس تربيع، ونفرض انه ال x تكعيب هي u، فالديو راح يكون عندنا 3 x تربيع دي x، هنا x تربيع دي x موجودة يبقى 3، فراح يصير عندنا ديو على 3، فديو على 3 على تحت الجذر 1 ناقص يو تربيع، هنا 1 على 3 طلع خارج التكامل، وراح تبقى عندنا ديو على تحت الجذر 1 ناقص يو تربيع، هذا ديو على 1 ناقص يو تربيع هي ساين انفيرس اليو، التكامل مالتها ساين انفيرس اليو زائد سي. فواحد على 3 سان انفيرس x تكعيب زائد c، هاي رجعنا عوضنا مكان اليو اللي فرضناها x تكعيب. زين تكامل dx على تحت الجذر 9 ناقص x تربيع،
أنا أهم نبسطها على ما نقدر نحلها بوحدة من الطرق الثلاثة. فناخذ 9 عامل مشترك، راح يبقى عندنا 1 ناقص x تربيع على 9. هاي شلون صارت؟ هسه إذا دخلنا 9، 9 راح تصير ناقص، نضربها يعني 9 ناقص x تربيع، 9 ويا 9 تروح، فالتسعة ناخذها عامل مشترك، فتسعة تطلع خارج الجذر صارت 3، فواحد على 3 يطلع خارج التكامل، بقى عندنا دي اكس على 1 ناقص اكس اكس على 3 الكل تربيع، يعني جمعناهم تحت تربيع 1، فهذا الاكس على 3 نقدر نفرضها يو، ونشتقها راح تصير دي يو تساوي دي اكس على 3، او دي اكس هي 3 دي يو، نعوضها بالتكامل اللي فرضناه، فراح يصير 1 على 3، 3 دي يو على تحت الجذر 1 ناقص يو تربيع، هاي كلها صارت يو تربيع، يعني احنا فرضناها يو، فهاي سان انفيرس اليو زائد سي، نرجع نعوض اليو اكس على 3 زائد سي. تكامل دي اكس على اكسبونيشال اكس تحت الجذر 1 ناقص اكسبونيشال ماينس 2 اكس. نجي هنا exponential x 1 ناقص exponential، هاي نقدر من نفصل الأس exponential minus x للأس تربيع، يعني احنا قلنا عندنا قانون انه عند الرفع تضرب الأسس، فهاي نقدر نرجعها نفسها، صير نضربها exponential للأس ناقص 2x، او نقدر نكتبها بهاي الصيغة اللي تفيدنا على مود نكمل الحل. زين هنا هاي الاكسبونيشال اذا صعدت للبسط راح تصير للاس ماينس، يعني هنا كانت الاس اكس هنا صارت اكسبونيشال والاس ماينس اكس دي اكس، فهاي راح تكون عندنا تكامل اكسبونيشال ماينس اكس دي اكس على 1 ناقص اكسبونيشال ماينس اكس للاس تربيع. زين نجي نفرض هذا هو يو، ونشتقه دي يو راح يصير عندنا ماينس، بس هنا مشتقة الماينس اكس هي ماينس، والاكسبونيشال نفسه راح يصير عندنا ماينس اكسبونيشال ماينس اكس دي اكس، او نحول الماينس للطرف الثاني ونعوض مكان هذا المقدار، فراح يكون عندنا تكامل ماينس دي يو على تحت الجذر 1 ناقص يو تربيع، هذا ماينس صفر يطلع خارج التكامل، فتكامل ديو على تحت الجذر 1 ناقص يو تربيع، هذا المقدار هو تكامل مالته ساين انفيرس يو زائد سي. نرجع نعوض بمكان اليو فرضناها، فرضناها هنا اكسبونيشال ماينس اكس، فراح يصير عندنا ماينس ساين انفيرس اكسبونيشال ماينس اكس زائد سي. مثال آخر، تكامل دي اكس على اكس تحت الجذر اكس ناقص 1، نفرض هذا الجذر كله هو زد، فراح يكون عندنا زد يساوي تحت الجذر اكس ناقص 1، نربع الطرفين على مود نقدر نشتقه، فهنا زد تربيع راح يساوي اكس ناقص 1، نشتق راح يكون عندنا 2 زد دي زد تساوي دي اكس، ها مشتقة الثابت صفر وهنا مشتقة الاكس دي اكس، فنعوض مكان دي اكس 2 زد دي زد، وهذا المقدار اللي فرضناه زد، والاكس الاكس هنا اذا نقلنا الواحد للطرف الثاني راح يصير عندنا زد تربيع زائد 1. زين الاثنين يطلع خارج التكامل، فراح يكون عندنا 2 تكامل دي زد، هنا هاي الزد تختصر ويا هاي على زد تربيع زائد 1، فدي زد على زد تربيع زائد 1 هي تان انفيرس الزد زائد سي، نرجع نعوض ومكان الزد تحت الجذر اكس ناقص 1 زائد سي. تكامل كوتان اكس دي اكس على تحت الجذر ساين تربيع الاكس ناقص 9، هذا اللي هو عبارة عن الانفيرس مال التان، راح يكون عندنا كوساين اكس على ساين اكس،
دي اكس. زين هنا هذا المقدار تحت الجذر نقدر نبسطه، اخذنا التسعة عامل مشترك فراح تكون انه واحد على تسعة سين تربيع الاكس ناقص واحد. زين هاي التسعة تطلع من الجذر تصير ثلاثة، فكوساين اكس دي اكس على ثلاثة ساين اكس، وهذا نقدر ناخذهم تربيع واحد، يعني ساين راح تصير هاي ثلاثة وساين اكس على ثلاثة كل تربيع ناقص واحد. هذا المقدار نفرضه يو، فيو هو عبارة عن ساين اكس على ثلاثة، نشتقه راح يكون عندنا دي يو هو عبارة عن كوساين اكس على ثلاثة دي اكس، او كوساين اكس دي اكس هو ثلاثة دي يو، فنعوض هنا ثلاثة دي يو. زين احنا فرضنا الساين اكس على ثلاثة هي يو، فراح يصير عندنا الساين اكس هي ثلاثة يو، نجي نعوضها بمكان هاي الساين اكس، وهاي واحد على ثلاثة تطلع خارج التكامل، فساين اكس هي ثلاثة يو، وتحت الجذر ساين اكس على ثلاثة كل تربيع راح يكون يو تربيع ناقص واحد، وهنا واحد على ثلاثة تكامل دي يو في يو تحت الجذر يو تربيع ناقص واحد هو سيكنت انفيرس، فواحد على ثلاثة سيكنت انفيرس اليو زائد سي، ونرجع نعوض مكان اليو اللي فرضناها هي ساين اكس على ثلاثة زائد سي. المثال التاسع تكامل ساين انفيرس ثلاثة اكس دي اكس، هنا بسؤال مطينا ساين انفيرس على تحت الجذر واحد ناقص تسعة اكس تربيع، هذا اللي هو ساين انفيرس ثلاثة اكس هو نفرضه يو، المشتقة مالته نستفاد من التكامل اللي اخذناها بالبداية القوانين الثلاثة، فالمشتقة مالته راح تكون عبارة عن واحد على تحت الجذر واحد ناقص تسعة اكس تربيع، لان هنا الزاوية هي ثلاثة اكس فنحتاج ثلاثة، وهنا راح تكون عبارة عن تسعة اكس تربيع. زين دي يو على ثلاثة راح تكون عبارة عن دي اكس على تحت الجذر واحد ناقص تسعة اكس تربيع، نجي نعوض هنا راح يكون عندنا تكامل اليو اللي هي فرضناها ساين انفيرس ثلاثة اكس، وهذا المقدار اللي هو دي اكس على تحت الجذر واحد ناقص تسعة اكس تربيع هو دي يو على ثلاثة، فتكامل يو دي يو على ثلاثة زائد سي، هنا هذا طبيعي دي يو تكامل من يو تربيع على الأس الجديد اللي هو اثنين في ثلاثة، راح تكون عندنا يو تربيع على ستة زائد سي، ويساوي نرجع نعوض بمكان اليو تربيع اللي فرضناها ساين انفيرس ثلاثة اكس تربيع على ستة زائد سي. المثال العاشر تكامل دي اكس على تحت الجذر اربعة اكس ناقص اكس تربيع، هنا نعيد صياغة هذا المقدار اللي تحت الجذر على مود يكون عندنا مربع، شلون نبسطه؟ أول شي نرتب هذا المقدار، نخلي الإكس تربيع بالبداية، فنسحب السالب عامل مشترك راح يكون عندنا إكس تربيع ناقص أربعة إكس، يعني إذا ضربنا رجعنا نضرب السالب راح يطلع مثل هذا المقدار، مجرد سحبنا السالب ورتبنا المقدار. زين نضيف ونطرح أربعة على اثنين الكل تربيع اللي هي بعدين تصير أربعة، أربعة على اثنين اثنين الكل تربيع أربعة. زين هاي الأربعة اللي هي سالبة ندخلها داخل هذا القوس، وأيضا يبقى ماينس عامل مشترك فراح تكون عندنا إكس تربيع ناقص أربعة إكس زائد أربعة، والموجبة تطلع خارج القوس. زين فنرتب نرجع نرتب، هذا صار مربع كامل، فأربعة ناقص إكس ناقص اثنين الكل تربيع، تعرفون هذا شلون يعني الفتحة اللي يكون مربع الأول إشارة الفاصلة اثنين في الأول في الثاني يرجع هذا. زين هذا المقدار الجديد نخليه تحت الجذر، فراح يكون على تكامل دي إكس على أربعة ناقص إكس ناقص اثنين الكل تربيع، نرجع ناخذ الأربعة عامل مشترك راح يكون عندنا واحد ناقص واحد على أربعة إكس ناقص اثنين الكل تربيع. زين الأربعة تطلع خارج الجذر تصير اثنين، فراح يكون عندنا واحد على اثنين تكامل دي اكس على تحت الجذر واحد ناقص اكس ناقص اثنين على اثنين الكل تربيع، هذا المقدار كله نفرضه يو، فالمشتقة مالته
راح تبقى دي اكس على 2، ودي اكس تساوي 2 ديو. فنعوض مكان الدي اكس هنا 2 ديو، وهاي 1 على 2 تطلع، وواحد ناقص هذا كله يو تربيع. فتكامل هاي 2 و2 تروح، تكامل ديو على تحت الجذر 1 ناقص يو تربيع هو ساين انفيرس اليو زائد سي. نرجع نعوض اليو اكس ناقص 2 على 2 زائد سي.